أزول حبيبي وحبيباتي، معكم حبيبتكم دهية اللي تحبكم قد الدنيا. عيدكم مبروك، تعيدوا بالصحة والهنا. هذا الزوج عيد الفيديو اللي راني نديره لكم مور العيد، درت لكم واحد في نهار العيد، درت لكم شعري كيفاش سرحته، كان خير من هكا. دركا راه شويه مشنتف، ودركا ندير لكم فيديو تاع لو خيروني. قبل ما نبدا نقول لصحاب الدرك الوطني، للجيش تاعنا، للشرطه، لكاع الناس اللي يحموا البلاد تاعنا ليل ونهار، باللي كاع الشعب الجزائري راه يفكر فيكم ويقول لكم عيدكم مبروك، وتوجور احنا رانا هنا باش نطلعوا لكم المورال. وحاجه واخده اخرى ثاني، باللي كاع الناس اللي في لاباج تاعي كاع كانت توصل لكم السلام، وكاع كانت تقول لكم عيدكم مبروك، ما تحسوش روحكم باللي راكم وحدكم. نقول لكم صحيتوا على كاع الخدمه اللي راكم تخدموا فيها، وخاصه الناس اللي يخدموا من نيتهم ويخدموا من قلبهم، والناس اللي تخدم بنزاهه وعبيركم. المهم فيديو تاع اليوم هو لو خيروني انا يا في لاشين تاعي، شارك معكم حياتي، شارك معكم ماكله نطيبها، تسريحه تاع شعري، مانيكور تاعي، ماكياج سورتو ماكياج، اني كاتلتكم بالماكياج عبالي، شارك معكم كاع حياتي، لي زيستوار هكا اللي صراو لي، ولا حاجات انا نكتبهم، ولا مواقف بايخه طحت فيها، ولا ما عباليش. المهم نشارك معكم كل شيء، وندير ديفوا تحديات. لكن هاد الفيديو سبيسيال وجامي درته، وكنت خايفه نديرها بصراحه باسكو ما عباش اللي يعجبكم ولا ما يعجبكمش، حاجه جديده عليا. احبابي اللي في لاشين تاعي كاع قالوا لي دي هي بليز ديري لنا فيديو لو خيروني. قلت لهم انا ما عنديش واحد ولا وحده ندير معاه فيديو لو خيروني، وتعرفوني بتوجر وحدي كومباطي هنايا. قالوا لي معليش انت يا شديري كتبي لنا اسئله، مش اسئله بلوتو، كتبي لنا ستاتي فيسبوك ولا انستغرام تاعك، وحنايا نعطوك اسئله وانت رد عليهم. وعجبتني الفكره وقلت ندير محاوله ونسيي. المهم الى عجبك الفيديو ما تنساش تشجعيني بلايك، اذا كنتي باغي تشوفي، اذا كنتي ولا كنت باغي تشوفي فيديوهات توعي لي وسلوك، مالك الا دير اشتراك في القناه تاعي. نقول لكم نحبكم، كانت معكم حبيبتكم دهية، ودركا خلونا ندخلوا الاسئله ديريكت. فوالا راني كتبتهم في البورطاب تاعي، شوفوا نبداو مع التوالا. شيكور مهبول، واش تخيري يرجع بيك الزمان للماضي ولا يتقدم بيك الزمان للمستقبل؟ بنخير يتقدم بيا الزمان للمستقبل. شيماء مهبوله قالت لي لو يخيروك تاكلي غريلو ولا تحبسي يوتيوب؟ غريلو غريلو راه حاجه باينه، غادي ناكل غريلو ما تحبسي يوتيوب. ما غيري ما نحبش غريلو، بصح ما خافش منه تانيك، عندي ماما تخاف من غريلو، تشوف غريلو تبدا تو هي ناجي واجي. كنا نحكي لكم كاش عندي لكم بودكاست نوري لكم ماما كيفاش تبدا تو كي تشوف فيديو غريلو، وانا كيفاش نبقى. المهم ما باش قاعدي حاجه قاع ماشي داخله في الموضوع اللي نحكي لكم عليها. اوف المهم ما بين غريلو ويوتيوب نخير ناكل غريلو. صحة عيدك قرع انيا عبير، انا عبير قلت لي صحة عيدك، صحة عيدك حبيبتي. لو خيروك تاكلي النمل او تبطلي تطلبي السماح من شخص هو غلط معاك؟ سما هو غلط معايا وانا نروح نعاود نطلب منه السماح؟ شوفي اذا كان هذا الشخص مهمتي ولا بابا يغلطو كيما يبغوا، نروح نطلب منه السماح، نروح ندلق، نروح نورمال كيما هكا. مي اذا كان هذا الانسان فريمون انسان متكبر، انسان متعجرف، انسان بلعاني باغي يديرها، بس كاين اللي غلط معاك سوء تفاهم، نورمال تعرف بلي هذا سوء تفاهم تروح دير كي يقول لك اللي فات عليك الما فات على روح، ولا اللي حفظ على قلبك وتروح. بصح اذا كان هذا بلعاني دايرها ونيته كيما يقول لك احلى من جهتي، ناكل كيلو تاع نمل وما نروحش عنده طلب السماح. المهم وليد، لو كان يخيروك بين التمثيل والغناء اش تخيري؟ وليد من غليزان، ديديكاس وليد من غليزان. واش نخير ما بين التمثيل والغناء؟ انا سي فري نعرف نغني شويه، مانيش عادل بصح شهوالة، نحشم نغني، ما باليش حاجة بلاصة اللي نغني فيها هي الدوش ولا التواليت ما باليش انا، ولا كيكون نسيق ولا نغسل الماعين، مي ما نحشم نغني هكا، نخير التمثيل. اون بليس التمثيل يعني تقد توصل فيه رسالة، التمثيل عندك ساعة فيه نتاع ساعة، عندك ما دير فيه، عندك ما توصل فيه، هذه هي كيما هكا. وليد صايك منا معاه. ياسين قال لي لو خيروك ما بين الزواج والقراية اش تخيري؟ وصحة عيدك. ميرسي حبوبنا صحة عيدك. نخير قرايتي، خاطرش زواج تقد في اي وقت تزوج، بصح قرايه كاين بيريود الا ما قريتش فيها صعيب عليك تعاود كومباطي تعاود تقرا. لو يخيروك قرا كامي قالي لو يخيروك تشربي زوج كيسان تاع ما على نفس ولا تاكلي مغرف هريسه؟
للزوج ما عنديش بروبليم معاهم. بقاتو ناكل المغرفه هذه. هادو جوارينا دايرين نحس يروحكم سمعتوا والو. سوسو مستغاني مواز عاش نقرا اسم تاعها. سوسو قالت لي لو خير غدات ما بين انك تكوني فائقه الذكاء او ملكه الجمال واش تخيري؟ نخير نكون فائقه الذكاء، لانك لما تكون فائقه الذكاء تقد تفيد البشريه بالذكاء تاعك. بصح كي تكون سوبر شباب واش راح يستفاد البشريه من الزين تاعك؟ ما عندنا ما غادي نستفادوا من الزين. سي بون. سونيا قالت لي لو خيروك تتزوجي ولا تحبسي اليوتيوب يعني ما تزيديش ديري فيديو. سيمونيا حبك ختيتو صحايدك. ميرسي حبيبتي صحايدك. شوف هاد كيستيون بزاف طاحشة عيبات سقساوني دي هي كون خيرك ما بين الزواج وما بين تحبس اليوتيوب تاعك. شوف انا داك عطينا جاوبت عليه وهذا جاوب تاعها طويل. الانسان اللي بغى يتزوج هو مشاركه، هو قبول انك تقبل هذاك الانسان وانك تشارك حياتك، ماشي يمتلك حياتك ولا ما عباليش. معنى الانسان اللي كان باغي يشاركني حياتي انتم راكم جزء من حياتي واليوتيوب راه جزء من حياتي، نورمال ما يكون عارف هذا الصوالح. اذا كان يعرف هذا الصوالح وعمد انا تاني نعمد ونقول لا. المهم لو خير قارع كوين اوف هابينس، لو خيروك تاكلي مغرفه هريسه صغيره ولا تلت حبات كاطو مور بعضاهم وصحا يدك تلت. وهو انا عباكم ما نحبش ناكل بزاف حلاوات، نومو هريسه ما عنديش بروبليم معاها، نحطها في الخبز كيما هكا ماشي كيرنتيكا وناكلها. جو سوي لا رين. اوكي جو سوي لا رين قالت لنا لو خيروك ديري طلا اظافر على حواجبك او تاكلي خميره مع الماء مع المزهر. وانا من باتنا، اهلا ناس باتنا ونحب ناس باتنا، نتمنى تقولي اسمي انا نحبك بزاف ومعزتك غاليه عندي يا عمري يعيشك. احوس على اسمك مي ما لقيتكش كاتبه اسمك، لقيتك كاتبه غير جو سوي لا رين. جو بريفير ندير طلا اظافر باسكو من بعد كي يتقشر بصح هذيك الخميره سوال غادي ننظر كي ناكلهم وديجا صافا. قالت لي لو خيروك تروحي لماما، تروحي لماما وتقولي لها انا حامل ولا تخرجي برا وتطلبي دراهم من الناس. تخرج برا وتطلب دراهم من الناس باينه هادي. حسنا لو خيروك تقولي ناكل حبه بصل ولا ترقصي اي في حومتك. صح عيدك ديا نبغيك اختي يا عمري عزك حبيبه. ناكل حبه بصل الحشامه مابقاش نرقص هكا. ماها حمودا لو يخيروك تعيشي في فيلا شابه بسياره شابه بصح تبطلي ماكياج بالكل صح، ولا يكون عندك كل الماركات العالميه من مستحضرات التجميل بصح تكوني عايشه في دور صفيح. واش غادي نستفاد من الماكياج كي نكون عايشه في دور صفيح؟ دور صفيح شوف كي تخيلتها معناها نكون دايره كرتونه وراكده في الزنقه وما عندي والو صوف عندي داك الماكياج اللي بالك نعاود له البيع نربح منه. مي نو جو بريفير دراهم والفيلا باسكو الماكياج ما عندي ما ندير به. كي تكون عندك دراهم وفيلا تقدر تعاود تشري ماكياج جو باسكو معاك. ثاني كي تكون عندك دراهم والفيلا تقدر تعاون الشعب واحد اخر. ما عندك والو اش غادي دير حمبو فاش غادي يفعني الماكياج. فرح اختي دي هي عيدك مبروك حبيبه ان شاء الله مزيد من التالق يعيشك عمري. عيدك مبروك تاني وكل الاحبه. لو خيروك ما بين تاكلي ليمون او تاكلي بيضه نيه بيض ما بغيتش بيض كي نلقى بطاطا نبغي بطاطا بزاف كي نلقى فيها بيض ما ناكلهاش بيض هذاك النيء. نو ناكل هريسه ليمون ما قدرت لك ما قدرت لي الشاب كاع يقول هريسه هريسه دخلتو علي في راسي. نو جو بريفير ناكل حبات عليم ما عنديش بروبليم عليم ناكلها. كنزه كنوزه صحة عيدك وكل عام وانت بألف خير. صحة عيدك حبيبه. من واتسوف يا عمري نموت على ناس واتسوف. لو خيروك تغني ولا ترقصي كوكتيل متنوع. نحبك ياسر ديا وانا نحبك حبيبتي ونحب كامل الناس واتسوف ونحب الناس ام بواقي ونحبكم كاع يعني صحاب الصحراء وكاش نهار راني جايه عندكم. جو بريفير ان عليه ما كثرت ليه هضرت نسيت السؤال. لو خيروك من واتسوف خيروك تغني ولا ترقصي؟ نغني مالغري انا حشم كنغني بصح ما بقاتش نرقص ثاني كنغني. صديق على حساب الرقصه الا كانت رقصه تاع بالي ولا ما عنديش بروبليم نشكل عليكم كيما هكا بصح الا كانت رقصه تاع ما باليش نحشم. ذا كينغ
قال لي الحاجه الاولى صحه عيدك دي هي والعافيه لالف عام. ميرسي حبيبنا صحه عيدك. لو خيروك تروحي للبلاد اللي تحبيها بصح ما تقدريش ترجعي للجزائر، ولا في الجزائر واش تروحي؟ ولا تبقاي في الجزائر واش تروحي ولا ما تروحيش؟ ان شاء الله تقراي السؤال ديالي وطاق عزيز. اهلا عزيز. روح كاع ما نرجعش ولا نقعد صديق. هذا البلاد كي دايره؟ شوفوا باه نكونوا لا فيريتي مع بعضنا، حنا كاع لي زالجيريان كاع نموتوا على بلادنا وكاع نقطعوا في بلادنا وكاع نهضروا في بلادنا ونقولوا هذه ماشي بلاد وش كوبيستان ونقولوا بزاف صور، بصح لا فيريتي لا فيريتي كون واحد يجي يوقف قدامك كيما هكا، تكون في الغربه باريكزوم ويجي يوقف قدامك كيما هكا ويقول لك كلمه على بلادك مش ملحه سي سيور تاكله. نعرف لي زالجيري عندهم النيف ونعرف لي زالجيري عندهم القلب، حاجه في الدم هذه. ما بغوش واحد ماشي جزائري يهضر في لالجيري، تكون جزائري وتهضر معليش صوف صا ما بغوش. تعال نروح ونعيش تماك، جيبي لي شوف جيب لي كاع لي زالجيريا وجيب لي امي انتي نعيش، خاطرش ارض كاع ارض ربي كاع فاهم كيفاش. المهم لهنا، المهم لهنا نعيش في الشمال افريقيا ولا في الاوروب ولا في قسم القطب الجنوبي، المهم لهنا. وثانيك حبايبي يكونوا معايا. نسرين هضرت بزاف. نسرين عيدك مبروك، انا نسرين من عنابه ونموت على ناس عنابه. اهلا حبيبتي نسرين. واش تخيري العيد كيما كان بكري كي كنا صغار ولا العيد دروك كي كبرنا وراحت الفرحه تاع زمان؟ العيد كي كنا صغار كنا غيقا نشوف شحال ندير دقيقه، ما كانش دقائق هنا. كي كنا صغار كنا بايزون نجو نسلمو نغافرو غير يعطونا الدراهم كيما هكا يلعبوها عاقلين، وزعما كي تشوفنا تقول عمري ملائكه غير يعطونا دراهم صافي فحت وما زيدش كاع يشوفونا. دركا والله ما عبالي، هو في العيد في الصور توجور يكون حلو باسكو تكون مع العائله تكون تخول لهم في الكاطو تروح تخرف العجينه. كي كنا عيد صغار كان شباب وحلو، بصح دركا تاني مازال شباب وحلو. بريتي سمايل قالت لي لو خيروك تعاودي قرايتك من الاول او تاكلي صرصور؟ نعاود قرايتي من الاول، كي شفت كلمه تعاودي قرايتك من الاول كرعود رميت لي صاي ما قديتش. نو ناكل ماشي ناكل صرصور، ناكل كيلو تاع صراصير وما نعاودش قرايتي من الاول. طاش عانيت انا باكي من قرايتي. ها 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 وصحه، ها 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 وصحه عيدك حبيبه. ميرسي حبيبتي صحه عيدك. كاش نهار شوفوا كاش نهار ندير لكم فيديو، قولوا لي نتوما في هذا الفيديو كتبوا لي تعليقات الا راكم حابين ندير لكم تجارب. كي كنت نقرا صوالح اللي عانيت فيهم بزاف ضروني بزاف وهكا، ديجا ني بارطاجيت معكم فيديو تاع الجامعه مالغري كنت غير هكا جا شكله بارطاجيت معكم باسكو عندي بزاف صوالح ما نحكيها لكم على القرايه. متامن مش عقلكم ش عندي نحكي لكم على اللي كانوا يقراو معايا، نحكي لكم على بلايص اللي قريت فيهم. خاصه انا انتقلت بزاف من بلاصه لبلاصه شغل قريت بس في بزاف بلايص في بزاف ليسيات في بزاف سيامات في بزاف ايكولات. المهم قولوا لي نتوما. حميد اهلا حميد، عيدك مبارك كل عام وانت بخير. ميرسي حبيبنا عيدك مبروك. لو يخيروك ما بين تخرجي للطريق وتعيطي انا مبوله اقوى صوت عندك في النهار او تمشي 4 متر ويو هذه المره الزاجه اللي نقرا فيها مره الزاجه راني نضحك، ولا تمشي 4 مترات زحفا على كرشك في الدار. 4 مترات زحفا على كرشي في الدار، تخيل روحي كي الدوده دايره قاعد تشوف. ربع متر تاع شعال ولا نو جو بريفير. انا ديجا في قلبي نخرج في بلاصه ونتوغ، ما باليش نقول انا مهبوله ولا حاجه واحده اخرى ما باليش. المهم جو بريفير نروح كاش بلاصه ونتوغ باعلى صوتي ونقول انا مهبوله كيما راك باغي نتايا. بصح شوف روح بلاصه برا ساعات تكون خايه ايه حشيتها لك تخرك تحط السؤال سي صعب شويه. نجمو سيراوي سيراوي قالي صحة عيدك. ميرسي حبيبنا صحة عيدك. لو يخيروك ما بين تزيدي تصومي شهر ولا ما تاكلش الكاطو تاع العيد؟ نو ما ناكلش كاطو تاع عيد باسكو انا ديجا كاطو تاع العيد ما ناكلهش عبالك، بلي ندير راه نفرح كي يكون نديره وهاك اللمه تعجبني بصح ما ناكلش كاع، ناكل غير حبه ولا زوج. سهام عماري هل تحبين ان تكوني مشهوره او محبوبه؟ نسينا نحن من سوريا بدعوة منك الله يحميك يا عمري يعيشك. كسموها هكا
نجمو. ايه لا سهام، سهام حبيبتي من سوريا، نحبكم من سوريا، وكان عندي جواريني من سوريا وكنت نحبهم كيما هكا، وكنت توجور هكا نطلع عليهم يطلعوا عليا، ومازال بيناتنا ذكريات شابه. تحبي تكوني مشهوره ولا حبيبه ولا محبوبه؟ شو بخير نكون محبوبه، باسكو الشهره عندها بزاف اضرار تاعها. لا فيريتي جو بريفير نكون محبوبه. اصلا كاين بزاف ناس في اللي فيديو تاعي يقولوا لي دي هي اذكر كي ديري فيديو باش تنشهري، شهره معناها شمع. كاين ناس يقولوا شهره ما يفهموهاش، معناها اكبر عدد من الناس يعرفك، بصح شهره قد يعرفك بصوالح ملاح كيما قد يعرفك بصوالح ماشي ملاح. كاين الناس نشهروا باسكو داروا صوالح ماشي ملاح فيها، باسكو باغ اكزومبل طردك بومبا في كاش بلاصه انشهر، ولا واحد خون بونكا انشهر. كاين الناس نشهروا كيما هكا، بصح انا جو بريفير نكون محبوبه. انا ندير لي فيديو تاعي باش نكون عائله معاكم، وديجا حاجه اللي راني دايرتها معاكم نحس روحي بلي فريمون كنز. حسيت هكا نجحت اني دبرت عائله معاكم، صراحه الناس يحبوني ونحبهم مالك. صح انتم تشوفوني انا ما تشوفكمش كيما هكا، مي درنا عائله، تقصوني تعيطوا لي زعما واقفين مع بعضانا، نديروا نشاطات كيما هكا مع بعضانا. حتى تعرفت في حياتي مع ناس ملي كانوا يتابعوني في اليوتيوب تاعي ودرنا علاقات واو، يعني ناس روعه في القمه في الاخلاق، ناس طيبين، ناس ايجابيين. صنعنا عائله وصنعنا جو من الايجابيه، صنعنا السعاده، السعاده بابسط الاشياء. المهم باه ما نقعدش نهضر كيما هكا، وكم عارفيني انا بلي لا هضرت ما نحبش. المهم ريحه قالت لي صحة عيدك حبيبه دي هي، كل عام وانت بخير. ميرسي حبيبتي، صحة عيدك. لو يخيرك ما بين تقطع شعرك قصير وما تزيديش وما يزيدش طول، نقطع قصير وما يزيدش طول، شو تساليني؟ ولا تكسري سنه، تكسري سنه من سنانك اللي تبان في الضحكه زعما هذا، ومحال تقضي لي ترجعيها كما كانت. ويلي 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 عاجي انا، شو تساليني؟ شوفي انايا كي كنت صغيره كان شعري طويل لدرجه انك ما تقدش ماما تغسله لي وحدها، كانت ماما تجيب معاها وحده اخرى باش تغسل لي شعر. تخيلي لاي درجه كان طويل. ولما نتقص قصيته كو غارسو كنت صغيره، هاد غاضتني، حسيت روحي داروا كريم في الحق تاعي. الور غاضتني بزاف ونويت نطوله، معناها شايفين دروك شويه راه طويل ماشي بزاف، مي راني ناويه نطوله بزاف ما نقدش، لاني عطيت عهد لروحي كي كنت صغيره على الاقل نطوله خطره، ونطول امه يوصل لي هنايا زعما ماني نطوله زوج مترات ولا الور نو. ما نقدش نقص شعري، راني باغي نطوله. صوفي لقصيتها عند كوفيس باش نقلع لي فوش نقلع الاطراف المتضررين، نقص سنه نهر السنه. ديجا ما عندي هاد زوج سنات مقدانيين، عندي شويه مجبودين باسكو كي كنت صغيره دمرني واحد وطحت هنايا سي بوغ سا. المهم ما نقعدش نحكي لك حياتي، حاجه ما تهمكم جكاع بليتو تهمكم، كاين ناس يحبوا يقرعوا جو بي ما بين سنه وشعري ما يزيدش طوال كاع. جو بريفير نهر السنه، علاش؟ باسكو كي نهر السنه تقدري تحطي سنه واحده اخرى فيك ما تبانش، مالغري زعما شعر تقدري ديري تاني بوستيج من نور. نحب شعري طبيعي، هذه هي. والاسئله راهم كملوا. شوفوا كاين بزاف ناس سوني يا ضرار تلفت لي الهضره ما كنتش تلاني نطحن بزاف. المهم كاين بزاف الناس عطاوني اسئله وراني جاوبت على الاسئله اللي تعاود، وجاوبت على اسئله اكثر منطقيه. بايزون كاين سؤال ما عنده حتى اي علاقه بالفيديو ما جاوبتش عليهم. نقول لكم نحبكم بزاف وراهم كملوا اسئله، ونتمنى كاش نهار تجي عندي فرصه ندير لكم فيديو لو خياروني، يكون معايا بنادم، يكون معايا خويا ولا ما بيش يكون، وندير لكم فيديو وفريمون ندير هاد الصوالح، ماشي غير نقعد نقرا في فيديو نقرا في لي كومونتير كيما هكا ونرد عليكم. مي معليش راني درت جهدي، وهاد الفيديو درته غير باش نحقق لكم حاجه طلبتوها مني. نقول لكم نحبكم بزاف وتهلاو لي في روحكم. اذا كنتي جديده معنا ما تنساش تشتركي في القناه تاعي، وما تنساش تشجعيني عن طريق اللايك. نقول لكم نحبكم، وعيدكم مبروك، يتعدى عليكم بالصحة والهنا إن شاء الله يا ربي. وش نقول لكم تاني؟ نقول لكم أنتم أكبر جائزة وأكبر كنز في حياتي. ميرسي على كل شيء.